والله وهلك والبركة في البيت حلت والبركة في البيت حلت الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية بالصبر ما تعبوا هتهون ومشاكلوا معانا اتحلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعدة بالذات زي ما تعودنا يتجدد معكم اللقاء لأتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم كل ما هو جديد ومفيد وسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا وهنا بس في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، وعد ان ده اكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على ارقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة، ويمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS او عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، حيث نقوم بتجميع الرسائل والاجابة عليها في حينها على صفحة البرنامج، والإجابة على معظم الرسائل ذات الأهمية خلال حلقة البرنامج. هنبدأ سريعا قبل أن تداهمنا الاتصالات وقبل ما ناخد الفاصل. أنا الدورة عدت 30 يوم وما جاتش، وعملت اختبار حمل. أعمل اختبار حمل ولا سبب التأخير ده إيه؟ هذا السؤال بنتسأله كل يوم. أنا الدورة متأخرة، يا ترى هطلع حامل؟ تمام؟ السؤال بقى الأكثر ده لازم كل يوم الصبح ألاقي رسالة على الموبايل عندي بكده، أنا الدورة متأخرة يوم ونزلت دلوقتي نقطة بني، يا ترى هتكمل وتبقى دورة ولا مش هتكمل ويبقى حامل؟ ممكن أطلع حامل؟ تفتكر أنا حامل؟ احتمال أكون حامل؟ هو ممكن يحصل حمل؟ الحمل لا يعرف بسؤالي أو بسؤال غيري، الحمل لا يعرف باتصال، الحمل لا يعرف بSMS، الحمل لا يعرف بإيميل، الحمل يعرف بإن اللي تشك إنها حامل تروح تعمل اختبار حمل. اللي عندها تأخر في الدورة هذه أولى أعراض الحمل إنها تروح تعمل اختبار حمل. كلمة بقى مش حاسة بأي أعراض للدورة أو مش حاسة بأي أعراض للحمل، لا يوجد ما يسمى أعراض للدورة ولا يوجد ما يسمى أعراض للحمل سوى تأخر الدورة، هذا وحده كافي لأنه نلجأ إلى الاختبار، والاختبار والدليل هو التحليل وهو الفيصل فيه ولا لا. طيب اختبار الحمل ده نعمله امتى وامتى يبقى مجدي؟ اذا كنا هنعمل اختبار حمل في البول لازم تكون الدورة تأخرت عن معادها وعدة ايام، ما بين يومين لسبع ايام على حسب جودة وكفاءة الاختبار اللي بنجريه، لان اختبار البول اساسا اقل كفاءة من بيلقط كمية عالية من الهرمون، فمحتاج ان الهرمون ده يزيد. اما اذا كنا هنعمل اختبار الحمل في الدم، فاختبار الحمل في الدم ممكن ان يظهر الحمل حتى قبل موعد تأخر الدورة ب 24 او 48 ساعة، واختبار الحمل الرقمي اكثر دلالة. تيجي ست تقول لي ايه عملت اختبار حمل ولقيته سلبي اعمله رقمي؟ هو الاختبار الحمل الرقمي عشان يبين مستوى هرمون الحمل في الست الحامل، مش انا مش حامل وهرمون الحمل سل او اختبار الحمل سلبي فاعمله رقمي جايز يطلع موجب، مفيش كده. ها اللي تشك انها حامل تعمل اختبار حمل، سهلة وبسيطة. اللي تشك انها حامل لا تبعت ولا تتصل ولا تسأل ولا تحتار ولا تلف ولا تدور، ولكن تعمل اختبار تأخر الدورة اختبار. كل السيدات وكل الأنسات فاصل، وبعد الفاصل نواصل. بشرة خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، عادت إليكم ومعكم وبكم بشرة خير. شايلها الطير تنور ليل لقلب عليل، بيحلم من زمن بطفل جميل، لكل من أكثرت في الليل من الدعوات، وابتهلت لرب السماوات أن يهبها طفل جديد من البنين أو من البنات، هنا دائما الموعد وهنا دائما اللقاء وبشرة خير. قبل الفاصل كنا عرفنا أن الحمل بيعرف باختبار حمل وليس بالاتصال وليس بالسؤال. انا حامل في الاسبوع الثامن ورحت للدكتور بتابع عند دكتور عادل، طبعا ده مش حقيقي، حضرتك بتتابعي هناك عندكم، و بسكن بقنا، والدكتور شاف النبض وصفولي واشعر بانتفاخ بالمعدة علما ان انا اكلت محشي. طب يا ستي
طبعا الستات الحوامل الحمل بيقلل حاجة اسمها gastric emptying time، يعني معدل الوقت اللي بيستغرقه الأكل في المعدة عشان يرحل للأمعاء بيطول. فإحساس السيدات الحوامل بالامتلاء والانتفاخ إحساس عادي وطبيعي وقد يتكرر، وهذا وارد الحدوث، إلى جانب أن وجود انتفاخ بالقولون وغازات ده برضو من المشاكل المشهورة مع الحمل. وعشان كده يوصف للستات الحوامل أنهم لما يأكلوا وجبات كتيرة عددا صغيرة كمية عشان ما يحصلش هذا الإحساس بالامتلاء. مطرح ما يسر يمر يا ستي على المحشي. لو سمحت، مريض التكيس جات الدورة 26/11، خدت منشط وست حقن ولم تأتي الدورة، عملت اختبار حمل لم يظهر اختبار حمل. طبعا ده نتيجة لتكيس المبيض او حصل كيس على المبيض، واحد من المضاعفات الشهيرة لتنشيط تبويض وتكيس المبيض. كنت متابعة بعد عملية استئصال ورم ليف، سافرت لجوزي، الدكتورة ادتني حقنة تفجيرية، صح ولا لا؟ صح. طيب لو سمحت انا هرجع الاجنة الاسبوع ده، بس النهاردة اليوم 13 نزل دم مع افرازات شفافة. هذا وارد الحدوث مع تنشيط تبويض. ولو سمحتي اي ست بتعمل حقن مجهري تتراجع المركز اول ما يحصل اي شك في اي حاجة. طيب معانا اتصال تليفوني، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، اتفضلي حضرتك على الهواء، علي صوتك وتكلمي. ربنا يجازيك خير يا دكتور. انا عارف ان السبب من البريد، فخدت يوم الخامس حقن التنشيط، وجيت النهارده اتلخبطت بين الحقن وخدت حقن التبييض. والنهارده اليوم الكام من الدوره؟ النهارده اليوم السادس. السادس. وطبعا ده مش مستحب، وقد يؤدي الى خروج مبكر للبويضات، او على الاقل يحصل حاجه اسمها بريماتيور ليتونايزيشن، ويحصل ارتفاع في هرمون ال اتش عالي قوي. لكن عشان ما نضيعش الشهر واللي خدتيه، حضرتك تاخدي بقيه الحقن اللي كانت موصوفه لك وتتابعي التبويض وتشوف التبويض هيبقى فيه ايه، مع الحرص دايما في نوعيه الادويه وجرعاتها في الناس اللي بتاخد تنشيط للتبويض. طيب انا متزوج من 6 سنوات، كانت مشكله في عدد الحيوانات المنويه بعد رحله كبيره في العلاج النهائي لجوء الحقن المجهري مرتين، لم يرزقنا الله الذريه. كانت زوجتي تعاني من الم شديد اثناء الدوره، ذهبت للكشف، الرساله دي ارسلت لي على الايميل وعلى صفحه البرنامج. الكشف بيقولوا بالسونار في كيس حجمه 7 × 8 سم، ورجعت الدكتور اجرى عمليه الحل المجهري ان افضل حل هو شفط الكيس. بعد اجراء عمليه الشفط وتحليل وتبين ان ده زوجتي بطانه مهاجره، هذا لا يحتاج لشفط وتحليل، هذا بمجرد ده سبوت دايجنوز بالسونار، اي حد يبص عليه بالسونار يعرفه. وقال لي هناخد فيزان وبرومولوت نور لمده 10 ايام لمده 3 شهور، وبعد 3 شهور هيكون هناك فرصه للحمل الطبيعي، خاصه تحليل السائل المنوي اصبح افضل. طبعا لا، لان لا يجب اقناع السيدات اللي عندهم اكياس دمويه ان انا مجرد ما شلت الكيس الدموي او شفطته او اديت علاج نهيته والعلاج لن ينهيه، تمام، انهم كده اتعالجوا. هم عندهم مرض، المرض اسمه البطانه المهاجره، هذا الكيس عرض من اعراض المرض، ليس معنى ان الكيس راح ان المرض انتهى. بمثال بسيط تاني، واحد عنده ارتفاع شديد في ضغط الدم، عمل له صداع في راسه، فحد اداله دواء للصداع فالصداع راح، هل معنى كده ان هو عولج من مرض الضغط؟ هل معنى كده انه شفي من مرض الضغط؟ الاجابة لا. كويس؟ وبالتالي لما يروح الكيس الست ما شفيتش، الست عندها مرض اسمه البطانة المهاجرة، هذا المرض مانعا للحمل، هذا المرض محدثا للسقاط شديدة في الحوض، هذا المرض محدثا لالتهابات شديدة في الانابيب، هذا المرض مدمرا لمخزون المبيض من البويضات، هذا المرض لم يعالج، حضرتك كان عندك كيس ضيعت الكيس لكن ما عالجتش المرض، وبالتالي مش هتبقى فيه النتيجة المرجوة. جايز يحصل حمل قدرا، لكن طبيا لو حصل حمل هذا عجيب، تمام، ولان مفيش علاج صح اتعمل. طيب معانا اتصال تليفوني، الاسئله كتيره قوي. ايوه ميمه اتفضلي. الو. ايوه يا فندم. ايوه دكتور، لو سمحت، انا كنت حامل مرتين، اول مره الحمل الاولاني الكيس ما كانش باين واسبوع ونزل، كان شهر ويومين. تاني حمل كان كويس وكانت نسبته 864. 864 ده بعد تأخر الدورة بكام يوم؟ ونزل عليا حاجات بني ضعيف. بعد تأخر الدورة بكام يوم 864؟ أول حمل بعد تأخر الدورة بأسبوع. يعني 864 كان بعد تأخر الدورة بكام يوم؟ تاني حمل اللي جنبك هو عمال يصحح لك. تاني حمل بعد تأخر الدورة
بيوم، يعني يوم الدورة بالظبط. طيب يوم الدورة وتأخرها بيوم 864 رقم مش وحش. كان بقالي 21 يوم حامل. وبعد كده النبض وقف شهرين اللي 5 ايام. رحت بعد كده لدكتور تاني قال لي ده من التكيسات هي اللي خنقت الجنين. ودكتور تاني قال لي عشان انت وجوزك قرايب دي جينات وراثيه بينكم وبين بعض. لا مش مظبوط. فانا مش عارفه الوقت يا دكتور يعني هي ممكن يكون من التكيسات ولا جينات ولا ايه. طيب وانت من دمياط ولا من بورسعيد؟ هو لسه يعني على ميعاد الدوره 3 ايام، يعني لو ما اجيتش ينفع ان اجي لحضرتك من بورسعيد عند حضرتك في العياده؟ ماشي اتشرفي. ما اجيتش دي بقى منصوره دمياط. انت منين؟ انا من بورسعيد. ده معقول؟ طيب ماشي شرفتي. حاضر لو ماشي. ما اجيتش ايوه تيجي ان شاء الله تشرفينا. هنفهم حضرتك القصه ايه. طيب نعم اموري، لكن مالهاش علاقه بالجينات. طب يا دكتور يعني انا عايزه اعرف برضو ايه السبب، يعني التكيسات مالهاش دعوه ولا هي ولا الجينات؟ لا 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 الجينات مالهاش دعوه، الجينات مالهاش دعوه، الباقي لسه ما قلتش حاجه لما اشوف. تمام. هي نسبه التكيسات يعني قليله. هي النسبه القليله اللي تعمل كده. ماشي شكرا يا دكتور. العفو يا فندم. عندي مرض بطانة الرحم المهاجرة. خلي بال حضراتكم هذا البرنامج من الواقع من الحياة، عرض مجتمعي. البرنامج ده من 5 6 سنين في واحدة هتلاقوها كاتبة على النت انا لا استحي، ها الدكتور عادل ما بيتكلمش غير على مرض البطانة المهاجرة. الدكتور عادل هو من اخترع لفظ البطانة المهاجرة، هو اللي قاله وكل الناس خدته منه، هو الوحيد اللي اوجد ترجمة لهذا المرض. تمام. ما كانش لما نقوله الدكاترة يعرفوه. الوقت نص الرسائل عليه ونص الاتصالات عليه. هو المرض زاد؟ زاد، بس الاكثر استخدام المناظير بقى اكثر تطورا وهي وسيلة اكتشافه والتعامل معاه، فبدأ الحديث عنه يزيد. طب احنا بنتكلم عن تكيس الموبايل ليه؟ لانه منتشر ومستشر انتشار النار في الهشيم، وتلت مجتمعنا مصاب بيه، وبعد 20 سنة هيبقى نص سيدات المجتمع المصري عندهم تكيس موبايل. فاحنا ما بنخترعش، احنا بنجيب من الواقع. نسمع بقى. عندي مرض هجر بطانة الرحم، كل حتى الاشكال النادرة ابتدت تظهر. كان عندي في جدار البطن وتم استئصاله مع جزء من عضلة البطن، والدكتور كان فاكره ورم. ايوه دكاترة الاورام بيفتكروا ديزمويد تيومر. بعد 6 شهور بعدها بشهرين حسيت بنفس الاعراض اللي كانت عندي قبل الجراحه، بس كنت بقول مكان العمليه بدات تزيد. رحت الدكتور عمل لي اشعه قال لي انها ابتدت تتكون تاني، وكتب لي دنازول وهتوقف نزول الدوره، لكن الدوره جت عادي بس خلاني اخد امبولين مع بعض من حقن منع الحمل. طبعا كل دي علاجات تهبيطيه يجب على حضرتك استمرار عليها، والافضل هو استخدام ادويه اللي اسمها ال اتش ار اتش انالوجز، ودي اقوى وافعل واغلى، ودي حضرتك ما بتستخدميهاش. معانا اتصال تليفوني. استاذه هبه اتفضلي. الو. ايوه يا فندم. الو. ايوه يا هبه اتفضلي. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا يا دكتور متجوزه. والله يا هبه احنا سامعينك اتفضلي. ومعايا بنتين. أيوة. حبيت اخلف بعد البنت الاخرانيه. ايوه طبعا ما حصلش حمل، قعدت حوالي 6 سنين. ايوه ما عرفتش اخلف بعد، اخدت 2 سنين وسيله كان العزل والشريط، وبعد كده قعدت 6 سنين بعد كده ما عرفتش احمل. عملت اشعه بالصبغه قالوا لي عندك انبوبه منتفخه، اللي هي الانبوبه اللي مين منتفخه هي اللي منع الحمل. تمام. كنت قبليها عامله الزايده، فقالوا احتمال تكون من عمليه الزايده. احتمال. حضرتك عملت منظار بقالي 5 ايام. عملوا ايه في المنظار؟ تتقفل بمنظار. ايوه عملوا ايه في المنظار؟ منظار قفلوا لي اليمين والشمال، لقوا كيس شوكليت في الشمال على المزيد شالوه. شوكليت سيست. شالوه ونظفوا مكانه كده. شوكليت سيست. كيس دموي بس. طيب يا فندم هو ده ما كانوش شايفينه خالص. ما كانوش شايفينه قبل العمليه؟ لا كانوا شايفينه باشاعه. طب وما قالوش على حضرتك؟ الدكتور قالت لي لو صغير مش هنشيله، يعني هو صغير مش هنشيله، بس في ساعه العمليه في المنظار شالوه. الله، يعني هو لو صغير مش هنشيله، ولو صغير هو مش مانع الحمل؟ مش مقصر؟ لا انا بيقولوا اللي مانع الحمل الانبوبه المنتفخه بتنزل سوائل على اي. جميل. والشوكليت سيست، والشوكليت سيست ده كيس الدموي ده مش مانع الحمل؟
فهموا حضرتك كده؟ احنا اساسا مانع الحمل، انا ما اعرفش مين اللي مانع الحمل، الانبوبه ولا الشوكليت. ما انا بسال حضرتك، فهموا حضرتك ان الكيس البلوي ده مانع الحمل ولا مش مانعه؟ لا ما قالوش اللي هو مانع الحمل، قالوا ممكن يمنع وممكن لا. لا يا فندم، هو مانع الحمل، وهو مانع الحمل الرئيسي، وهو السبب غالبا في التهاب الانبوبه وانتفاخها، وبالتالي انتفاخ الانبوبه المنتفخه لمين؟ ما فيش فايده يا فندم. بقول لحضرتك المرض هو البطانه المهاجره وليس انتفاخ الانبوبه. للاسف حضرتك بتكلميني بس هم ما لقوش بطانه مهاجره. يا فندم الكيس الدموي والشوكولاته اسمه بطانه مهاجره. للاسف حضرتك بتكلميني. طب حضرتك دلوقتي هل بقى؟ لا بس ثانيه واحده، بس حضرتك بتكلميني وعندك امال عظيمه، حضرتك فاكره انك كده شوفيتي. للاسف ده مش حقيقي. المرض الذي منع الحمل والمرض الذي احدث التصاقات والمرض الذي اتلف الانبوبه هو البطانه المهاجره، وهو ما احدث الكيس، وهو ما تم اوفر لوكينج عليه، تم التغاضي عنه والتعامل معه باستهانه شديده ولم يعالج. طب حضرتك دلوقتي انا عامله المنظار بقالي حوالي 5 ايام، هل لي علاج بعد عمليه المنظار عشان اعالج تمام بعد شيلان الكيس ده ولا ايه؟ طبعا لازم في علاج. انا قبل كده كنت شايله ورم حميد من صدري، وكانت الدكتوره منعاني من اي هرمونات واي وسائل منع حمل اللي هي البرشام والحاجات دي، فهل ينفع اخد علاجات؟ ينفع تاخدي علاجات، لان العلاجات اللي لمنع ارتجاع الكيس هي علاجات لتثبيط وايقاف نشاط المبيض وايقاف مستوى هرمون الانوثه اللي الدكتوره كانت منعاكي من انها تاخديه. يعني مش هيضرني؟ لا مش هيضر حضرتك. مش هتضرني لان انا حالتي جالي قبل كده ورم؟ لا مش هيضر حضرتك. هو اللي هيضر حضرتك البطانه المهاجره. للاسف يعني. البطانه المهاجره اللي هو طب انا كنت حضرتك كنت عامله اشاعات قبل ما اخلف بنتي الاولانيه، لاني اتاخرت في اول الجواز حوالي سنه، وكان عندي فعلا قالوا لي انت عندك اكياس، كان كيسين ساعتها، بس انا ما عملتش يعني ما خدتش منشطات وما خدتش اي علاجات، والحمد لله حملت طبيعي في البنتين وجبتهم ورا بعض. الاكياس يعني اللي فاتت كانت اكياس ميه يا فندم، وده كيس دم. لا كان اكياس شوكليت برضه. طب خلاص خلي حضرتك مقتنعة بهذا. لا انا مش مقتنعة، انا عاوز اشوف الافضل ليا. يعني لا يا فندم ده هل لازم اخد العلاجات دي؟ ده اسلوب المريض المصري اللي هو انا ما عنديش حاجة. طب خلاص اوكي ماشي. يعني انا دلوقتي مفترض اتابع واخد علاجات بعد العملية مباشرة ان شاء الله باذن الله. لما حضرتك هتتابعي طبيب متخصص في مجال تأخر الحمل، يفهم تأخر الحمل ويفهم كيف يتعامل مع مثل هذه الحالات، ستسمعي كلام أكثر علما وأكثر دلالة إن شاء الله. السلام عليكم، عندي ولد عنده 2 سنة و7 شهور، حملت بعده ولدت بعد 6 شهور ولادة طبيعية يوم 27/7 وبعدها توفى، أنا دلوقتي حامل الشهر الثالث، هل المفروض أعمل عملية تضييق لعنق الرحم؟ الحقيقة يحكم على هذا اللي يتابع حالة حضرتك، ولازم نحكي قصة الولادة المبكرة اللي حصلت ازاي علشان نقدر نشوف حضرتك هل ده محتاجين ولا لا. انا امل من السودان، انا حامل في نهاية الشهر الثالث، هل الجماع في هذه المرحلة يضر الجنين؟ لا يضر الجنين الجماع في اي فترة خالص، لكننا في الاغلب بنمنع الجماع في اول 3 شهور عشان ما يحصلش نزول دم، وهذا وارد وبيبقى مزعج جدا للناس. لو سمحت يا دكتور، كان عندي حكه وهرش في المبل، كشفت الدكتوره قالت عندك التهابات شديده، وادتني علاج بكتيريا والفطريات، وقالت التهابات عملت قرحه، وقالت خدي العلاج وتعالي بعد اسبوع عشان اعمل لحضرتك عمليه كي. قلنا قبل كده عمليه الكي قلنا ان قبل كده عمليه الكي دي عمليه مضره جدا، وانها قد تؤدي الى تضييق عنق الرحم، وقد تدمر الخلايا المفرزه للمواد الزلاليه من خلاله، وبالتالي قد تؤدي الى قلة فرص الحمل عكس ما بيصدر الطبيبات والطبيبات فقط للسيدات، ولا يوجد شيء اسمه قرحة ولا يوجد كي لهذه القرحة. من فضلك ممكن تسأل هوا إذا كان في دكتور شاطر ومجرب في الجزائر يفضل أن يكون من الشرق، وجزاك الله خيرا. والله لا أعرف أي حد من أطباء الجزائر في منطقة الشرق يكون ذو تخصص عالي في تأخر الحمل يتوجه للسيدة أمال بنصائحه ومكانه.
معانا اتصال تليفوني، اتفضلوا. الو. ايوه ام احمد اتفضلي. ايوه ام احمد اتفضلي. الو الدكتور معايا؟ ايوه يا فندم حضرتك على الهوا اتفضلي. اولا بنشكرك يا دكتور والله على تعبك معانا. متشكر لحضرتك. وربنا يبارك فيك ويحفظك ويحفظ علمك وينفعنا بيك. امين يا رب. امين يا رب. ده بالنسبه لعندي بنتي انا حامل في اخر السابع بقى لها 4 ايام وتدخل في الثامن. أيوة. وعندها الار اتش سالب. ايوه. فمش عارفين، وهي كانت خدت حقنه الار اتش في اخر الثالث. فمش عارفه هي تاخدها دلوقتي ولا تنتظر بعد الولاده. اخدتها في اخر الثالث ليه؟ خدتها في اخر الثالث ليه؟ نزل دم ولا حاجه؟ الصوت ضعيف. خدتها في اخر الثالث ليه؟ مش واصل. طيب عموما انا هجاوب حضرتك. حاضر حاضر. من المعروف ان السيدات اللي حوامل والار اتش بتاعهم سلبي لازم نحلل للزوج. اذا كان الزوج التحليل بتاعه سلبي هو كمان مفيش ادنى مشكله. اذا كان الزوج التحليل بتاعه الار اتش بتاعه موجب، يبقى الست دي بعد الولاده اللي بقوله ده هو الصح، ان يتعمل تحليل للطفل. فاذا كان تحليل الطفل سلبي فلا تاخد اي شيء. اذا كان تحليل الطفل موجب خلال 72 ساعه من الولاده تاخد جرعه حقنه الاجسام المضاده للار اتش الانتي دي انتي بودي وتركيزها 300 مايكروجرام. حديثا وجدنا ان من الافضل السيدات اللي الار اتش بتاعهم سلبي يحصلوا على نصف هذه الجرعه، حوالي 120 ل 150 مايكروجرام من الجرعه المتعارف عليها من الحقنه في نهايه الشهر السابع. وقالوا ان ده افضل، لان احيانا بيحصل تسريب لبعض الكرات الدم الحمراء من الجنين اللي تحمل الار اتش، وقد تؤدي الى تحفيز الجهاز المناعي للسيده. وبقى كتير من الاطباء بيحفز ويشجع المريضات على انهم في نهايه السابع زي ما حضرتك قلتي ان تاخد الست جرعه غير مكتملة من هذه الحقنة. لكن حضرتك قلتي كمان انها خدتها في نهاية الثالث، هل ده كلام مظبوط ولا لا؟ ايوه مظبوط، لو كانت عملت اي تدخل جراحي او نزل عليها اي دم. يعني ست في نهاية الثالث وحصل لها انفصال المشيمة، ست في نهاية الخامس وخدنا عينة من السائل الامنيوسي اللي حوالين الجنين ودخلنا بإبرة، الكلام ده كله معناه ان انا لازم ادي وقاية للجهاز المناعي بتاعها. لكن السؤال في اخر السابع تاخد؟ ايوه تاخد، وده الافضل، بس بتاخد جرعة غير مكتملة. قبل الاتصال، انا مريض البطانه مهاجره، سمعت عن عشبه كف مريم، لا اعرف الاعشاب ولا افتي فيها ولم ادرسها ولا اعلم عنها شيء، فانا طبيب ما درست في كليه الطب اجيب عنه. معانا اتصال تليفوني. زينب اتفضلي ولا الخط قطع؟ طيب الى ان يصل صوت زينب. برضو دي من الحاجات اللي بقت كتيره دلوقتي. انا متزوجه من سنتين لم يحدث حمل تماما، عملت تحليل بروجستيرون كان جيد الرقم اللي انت بتقوليه، عملت اشعه بالصبغه كان في ليفت هيدرو سالبنس، وعندي تكيسات واضحه في التحليل، هل لو عندي علاج اعالجها الاول ولا اعمل ربط الانبوبه الشمال الاول؟ الاثنين، الانبوبه اللي فيها انتفاخ، خلينا نتفق على قواعد، الانبوبه اللي فيها انسداد تعالج، واذا لم تعالج نحمل من الانبوبه الثانيه، واذا كانوا الانبوبتين مسدودين اروح اعمل حقن مجهري، وانسداد الانبوبه لا يؤثر على نجاح الحقن المجهري. دي الانبوبه المسدوده، الكلام ده مختلف تمام الاختلاف عن الانبوبه المنتفخه. الانبوبه اللي منتفخه اللي فيها هيدرو سالبنكس، اللي فيها بايو سالبنكس، اللي فيها تجمع سوائل سواء ميه او صديد، هذه انبوبه تلفت ولا يمكن اصلاحها، ولا منها ولا يمكن يحصل منها حمل، ولا كفايه شرها، بتعمل شر، بترجع سوائل الى الرحم تميت اي اجنه توضع جواه، سواء من الانبوبه الثانيه لو كانت طبيعيه والست بتحمل منها، او بحقن مجهري. والانبوبه اللي فيها انتفاخ يجب ربطها او فصلها من الرحم او استئصالها او الثلاثه اي منهم، وهذا هام جدا. طبعا لما حضرتك يبقى عندك تكيس مبيض فناخد علاج لتكيس المبيض ونخش بالمنظار نقفل الانبوبه دي ونعالج تكيس المبيض من المنظار، نحصل على اعلى نتائج، بس بشرط تطلع الانبوبه الثانيه جيده. انا من الجزائر كان عندي سل في الانابيب، هذا شيء مؤسف الحقيقه، شيء مؤسف. مرضى الجزائر الشقيقه كثيرات منهم سيدات بيعانوا من سل، ويصل الى مرحله انه يبقى فيه سل في الانابيب. مرض السل مرض يمكن القضاء عليه بتطعيم بيتاخد بعد حاجة و40 يوم من الولادة. كيف تقصر دول في الرعاية الصحية وفي تقديم التطعيمات الأساسية ليصل هذا المرض إلى مراحل متقدمة، تاركا الرئة باحثا عن أعضاء أخرى ليصيب الجهاز التناسلي، مدمرا للأنابيب، وهو لا علاج له إذا دمر الأنابيب. المهم عندي 14 سنه وكان عندي سل في الانابيب، لان عمري 30 سنه، عملت اشعه بالصبغه وطلعت سليمه وحملت خارج الرحم مرتين. حضرتك تقولي اشعه الصبغه سليمه؟ سليمه بمعنى الانبوبه نافذه،
لكنها الأنبوبة دي في خلل فيها بدليل حصل حمل خارج الرحم مرتين. الحل إلغاء الأنبوبتين طالما حصل فيهم حقن مجهري أكتر من مرة، إلغاءهم وأغلقهم تماما ومداومة تكرار الحقن المجهري، هذا هو الحل الطبي الأمثل. معنا اتصال تليفوني. طيب أنا بتاخد، هي بقى واحدة بتقول أنا حامل وبتاخد برشام وبتقول برشام ده فيه كورتيزون، هل يؤثر بالسلب على الجنين أو الحمل؟ الكورتيزون دواء رغما عن الأضرار المعروفة واللي بتعاظمها السيدات والمريضات والمرضى عموما، يقول لك انا باخد كورتيزون والكورتيزون وحش وهتاخد الكورتيزون ومش عارف ايه. الكورتيزون في الحمل له فوائد جامه من بعد الشهر الثالث، والستات اللي عندهم مشاكل طبيه تستدعي اخذ الكورتيزون في اول 3 شهور لا نمنع اخذه، واستخدام الكورتيزون بجرعات عاليه في اول 3 شهور لا يحدث لكن قد يزيد نسبة حدوث الكرينيوفيشال أنوماليز. الكرينيوفيشال أنوماليز دي يعني الشفة الأرنبية أو عدم اكتمال سقف الحلق، قد يزيد ده لكنه غير مسبب لمشاكل جمة. ومن بعد الشهر الثالث الكورتيزون من الحاجات اللي بتعجل بنمو رئة الجنين، وهو يفيد جدا ولا ضرر مسجل طبيا على الإطلاق من استخدام الكورتيزون أثناء الحمل سوى ما ذكرت. معنا اتصال تليفوني. أسماء اتفضلي. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا ليا واحده صاحبتي هي عندها 24 سنه حاليا، وهي كان جايلها السكر من وهي في سن 18 سنه، فهي خايفه من الجواز، خايفه ان هو يتنقل للاطفال. معظم الدكاتره يقولوا لها كده ان هو طالما فيه سكر لازم هيتنقل للجنين. لا يا فندم، لا مش لازم. لا مش لازم هيتنقل في الجنين، لا خالص خالص خالص. هو السكر مرض وراثي، نارس الاستعداد الوراثي له لكنه لا ينتقل من المشيمه. يعني مثلا احتمال نسبة حدوث الجنين بنسبة، يعني هيبقى زيها زي اي ام عادية ما عندهاش سكر؟ زيها زي اي ام عادية. هو خالص خالص الست اللي سكرها عالي اثناء الحمل، اللي سكرها يعني هي ممكن مثلا لو هي عندها السكر وظبطته اثناء الحمل ما يحصلش، ما يتنقلش للجنين. لا انا ما قلتش كده، ظبطته ما ظبطتوش مش هيتنقل للجنين، تمام؟ ملوش علاقة الجنين خالص. الجنين بتاع مريضات، هي الست دي عندها ايه؟ عندها سكر في الدم، ها؟ سكر مع الحمل، يعني سكرها ماله؟ سكرها ماله، عالي ولا واطي؟ عالي. لا هو سكرها عالي، بتستخدمه هو عالي. هو كلمة يا فندم، هو كلمة مرض سكر يعني سكرها عالي. طفلها بقى لما تولده بيبقى في أول 36 ساعة عرضة لانخفاض السكر في الدم مش لارتفاعه، تمام؟ ده في أول 36 ساعة نظبطهم. بعد كده هو بني آدم طبيعي كويس، لكن بني آدم طبيعي أمه كانت مصابة بداء مرض السكري كويس، يبقى هو عرضة للإصابة بمرض السكر. عرضة للإصابة بمرض السكر اللي هو مرض السكر من النوع الايه؟ من النوع التاني. ايه مرض السكر اللي من النوع التاني ده؟ اللي هو بيجي للناس لما سنهم يبقى 30 او 35 سنة فيما فوق، تمام؟ لما يوصل للسن ده. طب ايه ساعد على ده؟ الاعداد الغذائية اللي مش مظبوطة، ان وزنه يبقى زيادة، مش عارف ايه كده. السلام عليكم، انا من الجزائر، عندي 3 سنوات زواج، اجهضت مرتين، الاولى بدايه الزواج والثانيه بعد سنتين من تحاليل الهرمونات، الاشعه اللي بالصبغه سليمه، كذلك دورتي منتظمه، في اليوم 22 تنزل مني قطرات بنيه تستمر حتى 28 وتنزل الدوره عادي، هرمونات الزوج لحد 32 سبب حدوث النزيف بين الدورات، وتشخيص حالتي. طبعا ده ضعف في بطانة الرحم نتيجة لضعف التبويض، يعني في مشكلة في التبويض أدت إلى الإجهاضات المتكررة، وفي معاها ضعف في عنق الرحم، ضعف في بطانة الرحم. جزاك الله خيرا يا دكتور، أنا من أسوان، مشكلتي الحمد لله بفضلك يا دكتور عرفت مشكلتي، تسببت في ولادة مبكرة مرتين، كان عندي حاجز رحمي كويس، كان عندي ظروف، انا خايفة من العملية ممكن تأخر الحمل. لا هو طبعا الناس اللي عندهم حاجز رحمي بيبقى عرضة لولادة مبكرة نتيجة لحاجتين، اولا لو الحاجز ده حجمه كبير وماسك جزء كبير من الرحم، فالجزء المتاح من تجويف الرحم لاستمرار الحمل بيبقى جزء قليل. نمرة 2 كمان ان بيبقى فيه الضعف واضح في عنق الرحم مصاحب مثل هذه الحالات، فازالة الحاجز ثم
ما بيعطلش الحمل خالص ان شاء الله يعني. ثم بعد كده لما يحصل حمل يتعمل ربط لعنق الرحم. كم كبير جدا من الرسائل الحقيقه، وده ممكن يوفر فرص عاليه لحدوث الحمل. لا اظن هنقدر نجاوب نص الرسائل حتى. معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مريم. ربنا يخليك يا دكتور عادل، ما يحرمناش منك ابدا. انا متشكر لحضرتك جدا. الله يخليك يا دكتور. صراحه يعني احنا بنفرح قوي قوي يوم الجمعه بنستناه يعني، سبحان الله يعني ربنا يجزيك عنا خيرا. الحمد لله، ده شيء يسعدني. انا بالمناسبه يعني عشان اوجه التحيه، انا وانا جاي في السكه في احدى السيدات المدامات المحترمات استوقفتني وقالت لي حضرتك الدكتور عادل، قلت لها ايوه، قالت لي متشكره حضرتك جدا عشان حضرتك بتجاوب علينا في يعني على الايميل اللي انا ببعته. انا يعني ده رفع من معنوياتي جدا وازال تعبي ومجهودي ولا اخره، ان انا احس ان في ناس بتقدر ده. متشكر لحضرتك، اتفضلي. انت انسان جميل جدا والله يا دكتور عبد، ربنا يخليك لينا يا رب كده، ما يهمش منك. انا بجد والله ليا 5 سنين متابعه حضرتك وكلامك ده في فرقتنا كلنا. الحمد لله. ما بناخدش اي نصيحه ولا نصيحتك انت بس. متشكر لحضرتك. انا متعبنا جدا من الدكاتره الرياضيه يا دكتور، ما بناخدش اي حاجه في حاجه اسمها طب النساء. وتعبنا جدا جدا من الموضوع ده، المفروض انك قلت والله تجيبوهم وتدرسوهم وتقولهم اللي انت بتعملوه ده غلط وحرام. يعني بجد والله تعبنا يا دكتور عادل، المفروض تشوف الحكايه دي انت، عشان احنا تعبنا جدا في الجنة والصهاب والدكاتره اللي هي بتلعب بالناس دي وبتلعب يعني احنا كل حاجه بتلعب. التخصص بتاعنا مدام مريم، التخصص بتاعنا فيه جزئين، جزء الولاده وهو الجزء الاكثر طلبا اللي فيه ستات حوامل حد هيولدهم، وهذا الجزء ما فيهوش مهارات طبيه عاليه. تمام، ست حامل حد هيتابعها هيولدها، ما لم تكن فيها مشكله الموضوع هيمشي بسهوله ويسر. فلما حد يبتدي يمارس المهنه فيعمل ده مره اتنين تلاته، فيكتشف ان هو ممكن يتكسب فقط بانه يولد ستات، فيبتدي جزء الجينيكولوجي جزء امراض نساء يهمله يشيله من راسه، مش عايز وجع دماغه، مش عايز الست اللي ما بتحملش والست اللي عندها ورم ليفي والست اللي عندها انابيب فيها مشاكل والست اللي عندها التهابات حوض مزمنه، وبالتالي يبتدي الجزء ده يهمل والممارسات الطبيه فيه تبقى خاطئه. عشان كده احنا بنقول ان يجب الناس تتجه للتخصص. ها بقى في دكاتره اسمهم دكاتره تاخر حمل، وفي دكاتره اسمهم دكاتره مناظير، وفي دكاتره اسمهم دكاتره حقن مجهري. يتبقى بقى في نقطتين اللي هو العلم الحقيقه. انا بشتغل استاذ في كليه الطب القصر العيني، الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده كلام بيضايقني، كلام انا لما بحس ناس تشتكي من الدكاتره ده ما بيسعدنيش، وتقول لي انا خدت من حضرتك نصيحه ما لقيتهاش عند حد انا ما بقاش مبسوط، انا ببقى متضايق، لان ده معناه ان شغلي وظيفتي الحكوميه اللي انا باجر عليها ان احنا ما بنخرجش للمجتمع منتج جيد. المفترض يعني مفترض ان يقوموا جايين يقولوا لنا احنا كده اساتذه كليه الطب تعالوا اقعدوا في بيتكم، انتوا ما بتخرجوش خريج مستوى كويس. لكن ثانيه واحده بس، لكن ذكر الاسماء دكتور عامر من الدكاتره بتجينا في القاهره في محافظه انا في محافظه شهاب، بتجينا دكاتره من مصر ما فيش داعي لذكر الاسماء، مجرد ما الشخص يروح راي مجرد من العيان يروح في الطبيب ده ويقول له انت محتاج حقن مجهري، انت محتاج مش عارفه ايه، انت محتاج. ايوه يا فندم ثانيه واحده، عشان هو عنده مركز حقن مجهري، عشان هو عنده مركز. بس يا دكتور ده حرام يعني، انا مثلا دلوقتي من جوازي لي 4 سنين مجرد ما اروح يقول لي انت محتاج حق المجهري، طب ليه؟ طب انت عطيتني حاجه شفت حاجه. ايوه فندم يعني هو عنده مركز، هو عنده مركز ودي وسيله تكسبه، وهو جاي عندكم يوم في الاسبوع عشان ياخد كام حاله يعمل لهم حقن مجهري. يعني ما حضرتك لازم تبقي فاهمه. انا اصلا متاكده انك انت ما بتحبش حد يقول لك على اسماء الدكاتره اللي هي بتعمل كده، عشان انت انسان محترم وربنا يجزيك عنا كل خير. انا متشكر لحضرتك، ارجو ان اكون على قدر هذا. متشكر لحضرتك جدا. النقطه بس اللي عايز اقولها، الحقيقه مدام مريم انا احنا كان عندنا امتحانات في القصر العيني الاسبوع اللي فات، لا احنا بنخرج والله بنخرج منتج جيد، بنخرج خريج جيد، بنخرج خريج مش شكرا طبعا. كليه طب القصر العيني دي كليه فوق مستوى اي كليه طبيه تانية في العالم، وانا اتحدى وانا شفت مستوى الخريجين، بنخرج مستوى خريج على قدر عالي. الامتياز سنه الامتياز اللي بيقضيها في القصر العيني بيتدرب تدريب لا يحصل عليه في اي مجتمع طبي في العالم. المشكله انه لما بينطلق لسوق العمل هنا تبدأ الحاجتين اللي بقول لحضرتك ما نقدرش نقول لدكتور ولا نعلمهم لحد، اللي هو استمرار المتابعه والعلم والقرايه
البيرسيفيرنس انك تفضل عندك العزيمه والجهد والطاقه انك تفضل تقرا، ما تتكبرش انك تقرا. الحاجه الثانيه الضمير، دي بقى اللي دي شخصيه، دي شخصيه، والماتيريال الماده المتاحه لانك تتاجر بيها في مرضى تاخر الحمل. دايما انا ما يهمنيش وبقول كده، فلان عمل لي عمليه خد 10 اضعاف ما بياخد حد تاني، موافق وبرافو عليه وياخد، ودي اجرته كويس طالما بيعمل عمليه مذكوره في الكتاب صح وهيعملها صح. حصل منه مضاعفات، وارد، كل الدكاتره بيحصل منه مضاعفات، اولهم انا، كل الناس بتغلط اولهم انا، بس ما نغلطش في البيزكس وما يبقاش الغلطه وراها هوا. هو ده انا فاهم اللي حضرتك تقصديه. هناخد الاتصال وبعدين هنخصص 3 دقايق للرسائل، رسائل كتيره قوي هحاول اخلصهم. طيب باخد الاتصال بسرعه. يا دكتور عادي، انا اتصلت عليك من شويه، انا بقول هي اخر دوره كانت عندي 13/11. ايوه. وانا دلوقتي مش عارفه احكي لها خالص لان هي ما كانتش كتير كده يعني، بس قبل ما اعرف الصوت مش واضح، الصوت في 13/11 وما جاتش لحد دلوقتي. انا اخر دوره كانت 13/11، انا عايزاك تحسب لي ارجوك تنصحني نصايح كده لان دي اول حمل ليا، وانا بجد تعبت قوي على ما حصلت النعمه دي من ربنا سبحانه وتعالى. حاضر. مش عايزه اسمع اي كلمه خطا من اي دكتور هنا. طيب حاضر، من عناية مريم. بص بقى، اولا كل من يطلب مني هذا فانا بقول لحضرتك الاتي. حضرتك اولا 13/11 متوقع كده ان حضرتك تكوني دلوقتي يعني في نهايه شهرين من الحمل على تقدير، لكن الحكم الصحيح لمن يتابع الحمل بالسونار. حضرتك ببساطه جدا صفحه البرنامج على الفيس، حضرتك كل خطوه تعمليها ابعتي لي وهتلاقيني برد على حضرتك اقول لك ايوه مظبوط اعملي ده كرري ده. المفروض في الفتره دي ان حضرتك تشوفي نبض للجنين وتشوفي متابعه نمو الجنين وتاخدي الفوليك اسيد وتاخدي اي مثبط بسيط لحد ما ينتهي الشهر الثالث، ثم في تحاليل روتينيه زي صوره الدم والسكر والبول تجرى في نهايه الشهر الثالث، ثم ينقلب نظام العلاج الى فيتامين وكالسيوم نمشي عليه حد اخر الحمل. ده ببساطه جدا مع متابعه الحمل الدوريه اللي هي كل 3 أسابيع لاسبوعين مع قياس ضغط باستمرار وتكرار هذه التحاليل. التفاصيل ستفرضها حالتك ومشاكل حضرتك، ابعتي لي كل خطوه وهتلاقيني دايما مع حضرتك. من فضلك تحليل مخزون 3 و23 جيد جيد بس يشير الى تكيس مبيض من درجه بسيطه. متزوجه من 9 سنوات وعندي 2 ولاده طبيعيه من 5 سنين، ما بستخدمش مانع، عندي افرازات، هل تمنع الحمل؟ لا ما تمنعش الحمل. وكان عندي التهابات ورجعت الالتهابات مره اخرى، هذه الالتهابات لا تمنع حمل. اريد التواصل مع الدكتور عادل لو بعت رساله ولا صعب؟ لا حضرتك ابعتي رساله وانا هجاوب حضرتك. استكملت دواء المنشط وما صار حمل، تستحني اعمل منظار؟ مع العلم ان اجريت صوره للابواق. ايوه حضرتك تعملي منظار. اول الحمل بتنزل مني نقط حمراء ولونها فاتح، تاخد 2 يوم وتبطل وبعدين ترجع تاني. كشفت قالوا الجنين سليم. التزمي الراحه والعلاج ووقفي اي علاج للسيوله بتاخديه. حامل بتاعهم في شهر 6 وراح متفتح 2 سم، امرني بالراحه التامه لكن اشعر بالم بالجانب الايسر من اسفل، غالبا ده من الحالب او من القولون وليس من الحمل. التزم الراحه مع اخذ مثبطات لانقباضات الرحم. عملت اشعه بالسبعه وعندي قرحه في عنق الرحم حجمها كبير، هل ينفع الحقن؟ ينفع. مواطنه من الجزائر قبله 45 سنه من السن، تزوجت من 2 سنين، املي ان ارزق بعافيه ومعافاه كامله الخلقه، لكني عملت كل التحاليل اللازمه فوجد الاطباء بامكاني الحمل ما عدا السن. السن عامل سلبي جدا في السيدات وفرص الحمل في ست فوق 43 سنه قليله جدا. هجاوب رسالتين ثلاثه كمان، هاخد نص دقيقه. حامل بالشهر السادس لقيت افرازات مس الجبن مع علاجها، يجب الكشف لبيان نوع الالتهابات وعلاجها. انا في الاسبوع الثالث من الشهر الرابع كنت بحس البيبي كان بيعوم بس بقالي 2 يومين مش حاسه بيه خالص، هيرجع احساسك بيه وكل قلق في الحركه اعملي سونار. انا من مريضات العياده وعند تكيس وجيت لحضرتك وحصل حمل الحمد لله تاني شهر تنشيط. انا في الاسبوع السادس عند زياره الطبيب وجد كيس حجمه 9 سم مخوفني، هل الكيسين دول لهم خطر؟ كملي متابعه الحمل، قرب نهايه الثالث تجيلنا نشفط الاكياس دي وينتهي اثرها، ولا يهمك اي حاجه مقدور عليها قصاد انك تحملي بعد سنوات تاخر الحمل. ربنا يبارك في حضرتك وصحتك وعلمك واولاد حضرتك يا رب يا رب، ويسعدك في الدنيا والاخره يا رب يا رب. انا متشكر لحضرتك جدا. هي بعت تحاليل بعد عمل منظار، اكتشفت ان عندي بطانه رحم مهاجره من الدرجه الاولى ورحم مقلوب من الدرجه الثانيه. السؤال، هل الحاله سيئه ام بسيطه؟ بسيطه وفرص حدوث الحمل طبيعي حوالي 50 في 100.
طيب هعمل ايه بقى؟ هو بيقول شكرا. طب هم رسالتين، انا هستأذن المخرج بس. انا اعاني من تكيس مبيض ادى لمنع التبويض وقمت بالعلاجات الاتيه. هي منع بقى كاتبه العلاجات كلها، وبتقول للاسف بعد يعني اختصار الكلام بعد سنين طويله من ان البويضات كويسه رحت اعمل حقن مجهري، اتصلوا بيا وقالوا لي ان البويضات لم تنقسم ويجب اتصل لاعرف هل انقسامات متاخره ولا لا. وتاني يوم حصل فرط تنشيط وفرط استجابه والتف المبيض ورجعوه لمكانه واستريحت شهر، هذه المره مع تغيير الدواء لعله يغير من جوده البويضات. قام باعطائي جرعات قليله لكن ما جرى يبدو كان حذرا، لم تتكون صوب بويضه واحده. دي ست عندها تكيس مبيض من درجه شديده، كانش في استجابه كويسه، راحت عملت حقن مجهري، حصل فرط تنشيط. المره الثانيه مسكوا ايدهم في المنشطات عشان ما يحصلش فرط تنشيط، فطلعتش غير بويضه واحده. اللي حضرتك محتاجه لاعداد جيد قبل الحقن المجهري وفقد وزن واقراص منع حمل وجلوكوفاج عشان يحسن الاستجابه من غير ما يحصل تنشيط زايد. اخر رساله، متزوجه من 13 سنه، عندي بطانه مهاجره من درجه بسيطه، ادتني علاج، حصل حمل بعد 6 شهور بس كان حمل خارج الرحم، ده يبدو انا. وحضرتك عملت لي منظار وشلت الحمل خارج الرحم مع الاحتفاظ بالانبوبه، نصحتني بالحقن المجهري، عملت الحقن المجهري طلعت 15 بويضه والدكتور رجع لي 4 اجنه وقال لي كل شيء كويس، للاسف ما حصلش حمل. حضرتك تيجي نعمل منظار رحمي تشخيصي لبيان في مشكله في الرحم ولا لا، ثم تعيدي المحاوله. كاننا في ماراثون، كل السيدات وكل الانسات للاسف كالعاده الوقت مر بينا، ارجو نكون بالبشرى جينا. بشكر باسم حضراتكم أسرة الإخراج والكنترول في البرنامج اللي سمحت لنا بهذا السباق المتتابع المتلاحق الأنفاس. أرجو نكون بالبشرى جينا، وزي ما نكون بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي من المحيط للخليج، من مريم إلى نادية إلى كل الصديقات، كل العافية لحضراتكم. ويا رب دايما 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 اللي بينا مصر وتونس والجزائر والمغرب والسعودية وسوريا والخليج وكل الرسائل اللي بتيجي لنا يفضل يضلل علينا كلمة واحدة تجمعنا، بشرة خير. والبركات في البيت حلت، والبركات بتحلب الحمل دي نعمة وآيات، محتاج منا لرعايات، الصبر متعبه هتهون ومشاكله معانا اسهل ليه.